فضيحة ما بات يعرف ببحرين جاما جيت لا تزال تتفاعل بالرغم من مرور أكثر من 5 أعوام على وقوعها. وقد كشفت صحيفة تايمز اللندنية مؤخرا عن دعوة وزارة الداخلية البريطانية لشركة جاما التي تنتج برمجيات التجسس لحضور حدث أمني للترويج لمنتجاتها بين ممثلي العديد من الدول القمعية. هذه الدعوة اعتبرها مراقبون تندرج في إطار المساعي البريطانية لتصدير الأسلحة والمعدات الأمنية إلى الأنظمة المستبدة في العالم، وفي مقدمتها أنظمة الحكم القائمة في كل من السعودية والبحرين. وهي تأتي بعد أن أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي التابعة لهيئة الأمم المتحدة على خرق الشركة للمبادئ التوجيهية للمنظمة والمتعلقة بحقوق الإنسان. هذا الخرق للمبادئ نجم عن بيع الشركة لبرنامج فين فيشر التجسسي إلى عدد من الأنظمة القمعية، ومنها نظام الحكم القائم في البحرين. إذ كشفت منظمة الخصوصية الدولية في مؤتمر لها عقدته في لندن قبل 2 عن تعرض نشطاء بحرانيين مقيمين في بريطانيا إلى عمليات اختراق لحواسيبهم وهواتفهم النقالة، وتبين أن مصدر الاختراق هي حكومة البحرين. العائلة الحاكمة في البحرين تشعر بأنها مختنقة من أنشطة المعارضة في العالم عموما، وربما في بريطانيا بشكل خاص. المسألة الثانية، تشعر أن لديها حماية من الجانب البريطاني وأنها لا تخشى من ردة فعل قاسية. المسألة الثالثة، تريد أن توصل رسالة للمعارضة بأننا نملك الأموال ونملك العلاقات السياسية والدبلوماسية ويمكننا أن نطاردكم. أبرز هؤلاء الذين تعرضوا للتجسس المعارض البحراني البارز الدكتور سعيد الشهابي والناشطين موسى عبد علي وجعفر الحسابي. إلا أنه بالرغم من وقوع كل ذلك، فلا تبدو الحكومة البريطانية بصدد تغيير سياستها المتعلقة بالتعاون الأمني مع نظام آل خليفة القمعي، بل إنها وعلى العكس من ذلك بصدد تعزيز نشاط الشركات التي تنتج مثل هذه البرمجيات. In some cases, seeking our support to help them reform, for example, their police force, their judicial system, their prison service. هذا الدعم يأتي تعزيزا للتعاون الأمني الطويل الأمد بين بريطانيا وعائلة آل خليفة في العصر الحديث، والذي بدأ بتشارلز بلغريف ومرورا بإيان هندرسون وجون ييتس، وانتهاءا بشركة جاما التي لن تكون الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل الذي يدفع ثمنه شعب البحرين.